لنقاش الملف السوري. ينضم إلينا عبر سكايب من الريحانية المحلل العسكري والسياسي السوري الأديب أديب العلاوي. أهلا بك أستاذ أديب. أهلا بك. بداية أستاذ أديب، أبدأ معك من دعوة السويد والكويت لعقد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تشهدها عدة مناطق في سوريا في ظل عدم إحراز أي تقدم في إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين. ما هي سلطة الأمم المتحدة للحد من هذه المعاناة الإنسانية؟ تحياتكم، تحيه لمشاهديكم الكرام. حقيقة يعني الأمم المتحدة التي عجزت عن إدخال يعني علبة دواء أو قطرة ماء إلى الغوطة الشرقية المحاصرة منذ أكثر من 5 سنوات، يعني ما ليس لها قيمة. يعني استطاعت الحقيقة روسيا ويعني الدول الأخرى التي ساندت روسيا أيضا مثل الصين وغيرها في استخدام الفيتو لأكثر من 11 مرة، يعني استطاعت ان تعطل الانظمه والقوانين الدوليه، استطاعت ان تجمد الامم المتحده، فما عندها قيمه حقيقه لا الامم المتحده ولا حقوق الانسان. وعدنا للعصور القديمه، يعني الحقيقه نحن الان ضمن هذا المشهد الذي هو احد مشاهد يوم القيامه، ضمن هذا الذي نراه القتل الممنهج للشعب السوري امام مرأة ومشهد من كل العالم. الغوطه تباد ومناطق الجبريه تباد إبادة جماعية حقيقية، هولوكوست حقيقي، والأمم المتحدة والدول الأخرى تتفرج على هذا المشهد. نعم حقيقة هذا المشهد أستاذ أديب، وبالتالي هناك يعني تعطيل لأنظمة، ونحن نعيش الآن في غابة، والحقيقة القوي يأكل الضعيف ضمن هذه المنطقة. أستاذ أديب، إن كنت تسمعني بحديثك عن هذا المشهد في على الأرض وميدانيا، حصيلة المجازر اليومية في سراقب والغوطة تجاوز فيها عدد ضحايا المدنيين 136 قتيل، كيف تفسرون هذا الارتفاع الهائل في أعداد الضحايا يوميا، ولماذا يتواصل استهدافهم؟ يا سيدتي، أنا أعتقد يعني يبدو لي أن أمريكا أتلفت أعصاب روسيا حقيقة، وبالتالي نشاهد يعني أن في كل يوم هناك رسائل أمريكية إلى روسيا التي يعني تتعامل روسيا بردود الافعال. القسوه الروسيه والخشونه المفرطه وهذه الحقيقه استخدام هذه القوى المفرطه على المدنيين العزل وعلى الافراد وعلى الاسواق الشعبيه ليس له الا يعني تفسير واحد. التفسير مفاده ان روسيا فشلت امنيا عندما لم تستطع رد الهجمات عن مطارح ميمين وطرطوس. فشلت ايضا تقنيا عندما كانت عندما استخدمت يعني طائرات مسيره بدائيه الصنع واستطاعت ان تصل الى ساحه الطيران في مطارح ميمين وتدمر العديد من الطائرات. فشلت عسكريا في التقدم على الجبهات، ها هي الغوطه الشرقيه واداره المركبات منذ اكثر من 4 شهور وهي تقاتل وتتقدم الثوار في هذه الجبهه ولم تستطع يعني ايقاف روسيا الا بقصف المدنيين والافراد والاسواق الشعبيه. حتى فشلت سياسيا عندما فشلت أستاذ أديب، يعني هل نقول أن روسيا هي أمام استحقاق الآن استحقاقات بوتين القادمة وأصبح مستقبله السياسي على شفا حفرة، لأنه فشل عسكريا، فشل سياسيا، فشل أمنيا، وفشل تقنيا. نعم أستاذ أديب، يعني هل تقصدون أن هذا الفشل على كل الأصعدة التي ذكرتها يدفعها بالضرورة إلى ارتكاب هذا رد الفعل هذا من خلال الانتقام من المدنيين وقصفهم؟ بالضبط، هذا ما ارمي اليه وهذا ما اقوله، بمعنى ان هذا الفشل الروسي اصلا روسيا عندما دخلت الى سوريا ليس لديها سوى يعني استراتيجيه واحده وهي استخدام القوه المفرطه وفرض الحل السياسي من خلال العسكره، ولكنها فشلت حتى في يعني ان يكون هناك حل سياسي في هذه القوى المفرطه. بالمقابل للدور الروسي استاذ اديب، المعذره على المقاطعه لضيق الوقت، بالمقابل لهذا الدور الروسي هناك دور امريكي، وتابعنا الاخبار حول قصف واشنطن لقوات النظام التي حاولت العبور نحو شرق الفرات. ما تفسيرك لهذا الغطاء الامريكي لميليشيا حمايه الشعب الكرديه؟ يا سيدتي، هناك نحن كما قلنا في بداية الكلام أن هناك رسائل توجهها الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا. أعتقد أن الرسالة هذه التي يعني تم توجيهها اليوم كان هي الرسالة الثانية في سوتشي والخامسة منذ سنة حتى الآن.
الرسالة الثانية بعد سوتشي، الرسالة الأولى كانت عندما أسقطت طائرة 25. نعم. الرسالة الثانية كانت هي اليوم عندما تم قصف الميليشيات الشيعية النجباء وحزب الله وفاطميون العراقي وبعض يعني عناصر من وضباط من المخططين الروس الذين خططوا لهذه المعركة. حاولت روسيا أن تقوم بإرسال رسالة أيضا من خلال قيامها بهجوم. نعم. على جديدة عقيدات المتواجد فيها مركز عمليات مشترك بين القوات الأمريكية وبين قوات قسد. نعم. ولكن الحقيقة كان الرد بصفقة كبيرة استطاعت من خلاله قوات التحالف الدولي قتل أكثر من 100 عنصر من ميليشيا. نعم. حزب الله والنجباء. في ظل هذا المشهد أستاذ أديب، أستاذ أديب، في ظل هذا المشهد ربما أو الأوراق المختلطة والمشهد غير الواضح للواقع أو المستقبل السوري، كانت هنالك دعوات تركية لعقد قمة تحضرها كل من تركيا، روسيا وإيران، يتم عقدها في إسطنبول على غرار قمة سوتشي السابقة. برأيكم ماذا يمكن أن تضيف هذه القمة للواقع على الأرض؟ والله لا اعتقد انها ستضيف شيء، يعني نحن نعلم ان سوتشي الاساسي الذي حشدت له روسيا كل ما تستطيع من امكانيات ومن قوه وفشل هذا الفشل الذريع، فلا اعتقد ان هذا سوتشي الجديد سيكون له اي اثر، يعني بمعنى ان الولايات المتحده الامريكيه التي تمسك في خيوط اللعبه بالمنطقه تحاول ان تروض الدب الروسي، واعتقد انها ستستطيع ترويضه. أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري والسياسي السوري أديب العليوي، كنت معنا عبر الهاتف أو سكايب من ريحانية.